أخبار اليوم. صحي رئيس الوزراء مع السيد رئيس الجمهورية ألفين ميرجوك هناك دولة فرع على الطائرة الروسية، وبالتالي بدأت دائرة أو آلة الإعلام الغربي في تناول الموضوع من زاوية واحدة فقط، استباقا للأسف للأحداث واستباقا للحقيقات تحديدا لغايه دلوقتي ما طلعتش النتيجه النهائيه. ولو حضرتكم رجعتوا على مستوى الدولي تجدوا مثل هذه الحوادث بتحدث فتره طويله جدا في التحقيقات. فللاسف يعني هذا التعليق او هذا التصريح من قبل رئيس الوزراء البريطاني اثر بشكل وآخر على الصورة الذهنية لدى المتلقي ولدى بن حسين المتلقي هنا بالنسبة لي أو بالنسبة لنا في القطاع ساحة منطقة. مش عارف باينة ولا لأ، تولي نزول الاهتمام الدولي للحادث في حدود يوم 2 نوفمبر. ده كان يؤهلنا إن احنا نستمر في الاتجاه اللي احنا كنا ماشيين فيه. ولكن للاسف بعد التعليق اللي قاله ديفيد كاميرون رجع التصريحات بتاعته ديت، خدت منحى للملف ده بشكل جامد جدا في الاعلام الدولي. لما رصدنا الاعلام الدولي بصفه عامه وجدنا انه 37% من الاخبار كانت متجهه وكانها حقيقه خلاص، إنه هناك قنبلة زرعت على هذه الطريقة بشكل أو بآخر، وبتدي انطباع بإنه في مشكلة في مداراتنا أو في احتياطاتنا الأمنية بتاعتنا في هذا القطاع، وكأن ده بقى واقع. 37% من وسائل الإعلام الأمريكية تناولته بهذا المنح، وتابعوا أيضا الإعلام البريطاني بحوالي 10% أو 9.95% حوالي 10%. فما بين الاثنين دول المصدرين دول في الإعلام الدولي لو وصلنا حوالي النص. يمكن السادة زملاء الجغرافيا اللي مشاهد الناس اللي ورا حضراتكم يعني مش شايفين المنصة، استأذنكم بس على جنب. 47% على تقريبا نصف الإعلام الدولي تناول ما يحدث من الملابسات حوالين هذا الحادث بطريقة سلبية للأسف الشديد، بما يؤثر على الصورة الذهنية للمتلقي بالفوزين في الحالة بتاعها أنا كقطاع سائل منتقد، قد يؤثر على الصورة الذهنية. أيضا لفت نظرنا في الرصد الدولي دوت انه بدأ بعض الاطراف تتكلم بشكل او باخر في هذا الاتجاه، مما طول المده من بعد 3 حتى اليوم او من الواقع تحديدا حتى الحادث او الحوادث الارهابيه اللي وقعت في باريس اول امبارح. كان الملف ده بشكل او باخر واخد الاهتمام الدولي ونتج عنه او في نفس الوقت قرارات اللي اتخذت بين المملكه المتحده وروسيا في تعليق رحلات الطيران الى شرم الشيخ بالنسبه للسوق الانجليزي او البريطاني، وبالنسبه لكل المطارات بالنسبه للسوق الروسي. في هذا الاطار انا شاركت مجلس الوزراء في عرض ده وقلت بالنسبه لشرم الشيخ عدد السياح الذين اتوا الى شرم الشيخ العام المنصرم 2014 كان حوالي 5.4 مليون سائح، بيمثلوا 55% من حركة السياحة الوطنية لمصر العام الماضي. ال 55% اللي أتوا إلى شرم الشيخ نصهم تقريبا سياحة روسية.
والجزء الاخر السياحه الانجليزيه، والاثنين مع بعض بيمثلوا 66% من حجم حركه السياحه الى شرم الشيخ. الفرق هنا انه متوسط اقامه السائح الروسي حتى لو كان انفاقه اقل، انما مده اقامته طويله نسبيا بحدود 12 ليله. يمكن ما حدش حضراتكم يعرف الكلام ده، المتوسطات في زي لكم انه اسبوع، لكن في المتوسطات الاجماليه للسائح حوالي 12 ليله. وده مصدرها كمان المعلومات دي شركه المطارات المصريه بالتعاون مع وزاره الطيران. اما السائح الانجليزي متوسط اقامته حوالي 9 ليله. وكثير من الجنسيتين دول ما يسمى بالانجليزيه ريبيت بزنس او سياحه ذات تردد على المصيح المصري مستمر، يعني نسبه تتعدى 30% ناس زاروا مصر وزاروا هذا المنتجع عده مرات وسعداء بيه فبياتوا. ومن هنا تقع الاهميه بتاع السوقين دول بالنسبه لشرم الشيخ.